مش شرط كان عنده مرحله الاكتساح دي اللي ساعات بيعملها في كره القدم ما بتبقاش موجوده في كره السله. وكان احيانا الاهلي ممكن يبقى في مرتبه ثالثه او رابعه كمان بين الفرق المتنافسه. ايه اللي حصل في السنين الاخيره خلى النادي الاهلي يبقى في مكانه هو فيها اللي ليه الرياده او اللي يبقى هو اللي مسيطر على البطولات؟ هو الاختلاف كله بدا من اول قطاع الناشئين. بدا يبقى فيه اهتمام باللعيبه يعني اللي بيلعبوا في القطاع، لان احنا قعدنا 11 او 12 سنه ما فيش حد بيطلع من قطاع الناشئين يلعب درجه اولى في النادي الاهلي. فبقى عندك مشكله ان اللي بيلعبوا اغلبهم من بره النادي والمعدل الاعمار كان كبير. فلما بدات تهتم بالموضوع ده بدات تشوف لعيبه صغيره كتيره بتطلع في الدرجه الاولى، عمرو زهران، معداوي، بيدو في امريكا، محمود وليد هو مصاب وبيأهل دلوقتي، يمكن انا في لعيبه صغيره كتيره كمان جاهزه ان هي تلعب درجه اولى، وفي نجوم بقى خبرات، كابتن ابو النصر، عمرو الجندي، عمر طارق، هبة امين، يعني كل اللعيبه، مروان سرحان، عمر عزب، عشان ما انساش حد. يعني هي يعني كل الاطراف كانت عايزه تكسب. يعني صح. انت كله انت بقالك سنتين ما بتكسبش، حاسس ان الموضوع صعب. انا كنت في اول سنه بعد لما بدا التجديد في فرقه الدرجه الاولى وايهاب امين جه وايمن شوكت، انا كنت فرقه المرتبط ساعتها وكسبنا كل الماتشات، بس خسرنا دوري المرتبط، خسرنا ماتشين جزيره بتوع الكبار. فانا كنت متضايق من حاجه زي كده، فحتى انا طالع العب معاهم عايز اكسب مش عايز اخسر حاجه. فده اللي ساعدنا مع كوتش اوجوستي ان الروح دي اتنقلت لكل اللعيبه من اصغر واحد لاكبر واحد، فكله داخل بيطلع ال 100% اللي عنده. والحمد لله ربنا موفقنا. اللقطه دي لقطه الدكتور هشام العمري عضو مجلس اداره النادي الاهلي الاسبق وشقيق طبعا الكابتن الكبير كابتن العمري فاروق، ربنا يا رب يشفيه ويعافيه. اللقطه دي كانت ايه يا محمد؟ بتمثل لكم ايه؟ لا هو كان نفسنا ان طبعا كابتن عمري ربنا يشفيه كان نفسنا هو يبقى متواجد معانا، وعمره ما سابنا في بطوله. صح. بصراحه يعني دايما في ظهرنا وبيبقى موجود معانا في المعسكر كمان وبيجي لنا قبل ما ندخل الماتش. فيعني اظن الناس كلها عارفه يعني مدى حب كابتن عمري والناس بتحبه قد ايه. ربنا يشفيه ويعافيه يعني. ربنا يشفيه ويعافيه. طبعا احنا مديله البطوله دي اقل حاجه، وكان نفسنا ان احنا نطلع من الماتش نروح عليه يعني. ربنا يديله الصحه يعني، وان شاء الله يا ربنا يومه بالسلامه باذن الله، يوم بالسلامه ويحتفل معاكم تاني باذن الله ان شاء الله. طيب محمد، اللي كان بيقوله مؤمن دلوقتي ده كلام مهم جدا، فكره انه قطاعات الناشئين او فرق الشباب انها تطلع للنادي الاهلي. انتوا اظهرتوا قوه، اظهرتوا شكل واضح انه الاهلي عنده جيل كمان مميز من اللاعبين.